ظلم الحمار بما نسب إليه من خصال وسلوك وما أشيع عنه بشأن الكسل والبلادة وقلة الذكاء، ولأن الحكم المسبق على هذا الحيوان جرده من كل محاسنه وتجاهل دوره في نقل المتاع والمحاصيل والبشر والأعمال الفلاحية، سقط الحكم المسبق على لبن الحمير ولم يتنكر للفوائد هذه المرة. إنه دواء عجيب يحمي الجهاز التنفسي وفقا لتقاليد المايارا القديمة، وهم شعب من شعوب الهنود الحمر الذي يعيش نحو مليون سنة، مليون شخص منهم في بيرو وبوليفيا وتشيلي. يشار إلى أن بوليفيا تسعى إلى زيادة استهلاك منتوج الحليب على حساب الكحول، وقد وصل استهلاك الحليب إلى 100 لتر للفرد الواحد منذ عام 2010. Difícil checar.